إن شاء الله سنقوم بتجربة علمية لنعرف من خلالها كيف يتم حدوث عملية التنفس داخل جسم الإنسان. وعملية التنفس يا أصدقائي مهمة جدا للإنسان، لأنها تمد الجسم بالأكسجين، والجهاز المسؤول عن التنفس هو الجهاز التنفسي كما يظهر من هذا الشكل. والمكان الذي يستقبل الهواء هو الرئتان، يدخل الهواء إلى الرئتين. والآن هيا إلى القيام بالتجربة. والأدوات المطلوبة هي زجاجة من البلاستيك، مقص، بالونة سليمة، قطعة من بالونة تالفة. نقوم بقص قاعدة الزجاجة هكذا، ثم نثبت قطعة البالون التالفة مكان قاعدة الزجاجة، ونثبت البالونة السليمة في فوهة الزجاجة، ونقوم بإدخالها إلى جوف الزجاجة بهذا الشكل. والآن هيا لنقوم بعملية التنفس إلى أسفل لتتم عملية الشهيق، ثم نتركها لتتم عملية الزفير، وهكذا شهيق زفير شهيق زفير. يا لها من لعبة مسلية. هيا